السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الأول الثانوي، كل سنة وحضراتكم طيبين. إن شاء الله بإذن الله بنبدأ عندنا منهج الفيزياء للصف الأول الثانوي، نتكلم عليه ونحط فيه بعض الأساسيات لعلم الفيزياء. ومن خلال الأساسيات إن شاء الله اللي احنا بنتكلم عليها بإذن الله، فبتبدأ القواعد دي معانا تمشي معانا لسنة أولى ولسنة تانية ولسنة تالتة ثانوي. قبل ما نبدأ للصف الأول الثانوي، عايزين بس الأول نحط في اعتبارنا حاجة في علم الفيزياء الأول. إيه المقصود عندنا بمصطلح الفيزياء؟ تمام كده؟ يعني إيه كلمة فيزياء ومعناها؟ الفيزياء عبارة عن علم يقوم بدراسة حاجتين، يقوم بدراسة المادة ويقوم بدراسة الطاقة، وفي الآخر يدرس علاقة المادة بالطاقة. دي كل الفيزياء اللي احنا نعرفها. فيزياء علم يهتم بدراسة المادة، في نفس التوقيت هيهتم بدراسة الطاقة، وفي نفس التوقيت هيدرس علاقة المادة بالطاقة. ادي معنى كلمة فيزياء. طيب لما نيجي نبص عندنا، ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الكون كله على بعضه وحسب حدود علمنا احنا في الفيزياء، فبنلاقي ان الكون كله على بعضه اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه ينقسم الى قسمين. القسم الاولاني من الكون اللي هو قسم الجسيمات، القسم الثاني من الكون اللي هو قسم الموجات. يبقى اللي انا معرفه في الكون كله على بعضه ان الكون يا اما جسيم يا اما موجه. ايه الفارق ما بينهم الاثنين؟ الجسيم كل ما له كتله وحجم ويشغل حيز من الفراغ، ده معنى كلمه الجسيم، كل ما له كتله وحجم يشغل حيز من الفراغ، وان كانت كتلته كبيره حتى وان كانت كتلته صغيره. انا نفسي جسيم لي كتله ولي حجم، كوكب الارض جسيم لي كتله ولي حجم، الالكترون نفسه على الرغم ان هو متناهي الصغر لي كتله ولي حجم، هو ضمن الجسيمات. القسم الثاني من الكون بقى ملوش كتله ملوش حجم، ولكن الصنف الثاني من الكون اللي هو ما يسمى بالموجات، زي الصوت اللي بيطلع مني ده، ليس له كتلة ليس له حجم ولكنه الصنف الثاني من الكون. انا تقسمت الكون معايا بالشكل ده كده زي ما انا شايفه قدامي، جسيمات وموجات. طيب لما نيجي احنا ان شاء الله نبدا في دراسة المنهج للصف الاول الثانوي، في بعض الاساسيات كده هنحطها لطلبة الصف الاول الثانوي. اول اساس هنتكلم عليه في الفصل الاولاني بيتكلم على حاجه اسمها القياس الفيزيائي. تمام كده؟ يبقى انا دلوقتي عندنا بدايتي في اولى ثانوي بتبدا بحاجه اسمها القياس الفيزيائي. انت كراجل فيزيائي وهتقوم بدراسه علم الفيزياء، اول حاجه تتعلمها في علم الفيزياء ازاي تتعلم عمليه القياس. ليه؟ لأن القياس ده يعتبر وسيلة الفيزياء الوحيدة للتعامل مع الطبيعة. أنا ما أعرفش أتعامل مع الطبيعة إلا عن طريق القياس الفيزيائي. اديني مثال. مثال سيارة تقطع مسافة 100 متر في زمن قدو 2 ثانية، 20 ثانية. احسب سرعة السيارة، نقض القوانين تلت اعدادي. بما ان العين اللي هي السرعة هي خارج قسمة المسافة على الزمن، هنقسم 100 على 20. النتيجة ان سرعة السيارة 5 متر على الثانية.
أنا قمت بثلاث عمليات قياس. واحد قياس المسافة، محتاج أداة لعملية القياس، قياس المسافة، فأنا محتاج أداة. المسافة دي هتقاس بإيه؟ فاستخدمت مثلا المتر الشريطي في قياس المسافة. قياس الزمن خلال ساعة، عرفت إن الزمن ده 20 ثانية. وبعد كده قمت بالقياس الثالث عندنا اللي هو قياس السرعة. من القانون السرعة تساوي خارج قسمة المسافة على الزمن، طلعت له السرعة بتساوي 5. أنا قدام ثلاث أرقام، الرقم الأولاني 100، الرقم الثاني 20، الرقم الثالث 5. المية أنا استخدمت له أداة لقياسه، العشرين أنا استخدمه الساعة، استخدمت الساعة في قياسه، السرعة أنا قمت بالقياس بتاعها من خلال قسمة المسافة على الزمن، طلعت بخمسة متر على الثانية. طيب أما تيجي تقول لي بقى معنى القياس الفيزيائي إيه معناه وإيه أهمية القياس الفيزيائي؟ طيب القياس الفيزيائي معناه مقارنة كمية مجهولة بكمية أخرى معلومة من نفس نوعها لمعرفة عدد مرات احتواء الأولى على الثانية. تعال على التعريف، أنا بقارن مجهول بمعلوم، أهم حاجة من نفس النوع، ليه هدف معرفة احتواء عدد مرات احتواء الأولى على الثانية. الأولى دي اللي هي المجهولة، والثانية دي اللي هي المعلومة. اديني مثال، أنا رحت في السوق فأنا لقيت واحدة ست كده قاعدة ومعاها طماطم في السوق، قلت لها ست والله الطماطم اللي معاكي دي كلها على بعضها تلزمني، أنا عايزها لنفسي. قالت طب بص يا أستاذ، أنا ما أعرفش الطماطم دي كام كيلو، فصارت عندي الطماطم بالنسبة لي كتلة مجهولة. فقالت طب اصبر، جابت الميزانة كفة هنا وكفة هنا، جابت كيلو حديد وحطته في كفة رقم واحد، أصبح الكيلو الحديد كتلة معلومة، يبقى الطماطم كتلة ايه؟ مجهولة، والحديد بالنسبة لي كتلة ايه؟ معلومة، مكتوب عليه 1 كيلو جرام يبقى معلومة. وقالت انا اوزن وزن أولى فضي، تانية فضي، تالتة فضي، الرابعة فضي، خمسة فضي، خلصت الطماطم. أنا أفهم من هنا إيه؟ إن قيمة الطماطم أو الكتلة بتاعت الطماطم دي تعادل كام كيلو؟ تعادل 5 كيلو. يبقى أنا عملت إيه؟ قارنت المجهول الكتلة بتاعت الطماطم بالمعلوم اللي هو الكيلو الحديد من نفس نوعها. من نفس نوعها ازاي يا استاذ؟ ده طماطم وده حديد. لا مش قصد كده، دي كتلة ودي كتلة. ما ينفعش ان انا اقارن كتلة بطول او كتلة بزمن، انا بقارن كتلة مجهولة بكتلة معلومة، دي كتلة ودي كتلة، ادي معنى كلمة من نفس نوعها. طب كان الهدف ايه؟ معرفة عدد مرات احتواء الأولى اللي هي الطماطم على الثانية اللي هو المجهول الكيلو اللي هو المعلوم الكيلو الحديد.
ففهمت ان دي قد دي كم مرة؟ 5 مرات. ادي معنى كلمة القياس الفيزيائي. طيب ايه اهميته القياس الفيزيائي؟ ليه كذا اهمية. رقم 1، احنا قلنا وسيلة الفيزيائي للتعامل مع الطبيعة، ادي 1. 2، يحول مشاهداتنا اليومية الى مقادير كمية. خلاص فهمني الاخيرة دي، ايه رأيك؟ ايهما يكون ادق في القياس، ملعب طويل ولا ملعب 11 متر؟ الدقة ان انا اوصفه بانه طويل ولا الدقة ان انا اوصفه انه 11 متر؟ هتقولي لا، الدقة انك توصفه ان هو 11 متر. فالطول مشاهدة يومية، ماشي، الطول ده بقى مشاهدة ايه؟ يومية. لكن انا حولت الطول اللي هو المشاهدة اليومية الى مقدار 11 متر. زي الولد مريض وسخن، لا سخن ده يعتبر مشاهدة يومية وده وصف غير دقيق. لكن لما اقول الولد درجة حرارته 39 درجة مئوي، يبقى انا حولت المشاهدة اليومية لمقدار كمي وعبرت بالارقام. طيب ادي بالنسبة للقياس الفيزيائي. يبقى القياس مقارنة كمية مجهولة بكمية اخرى معلومة من نفس نوعها، الهدف معرفة عدد مرات احتواء الاولى على الثانية. اهمية القياس وسيلة الفيزياء للتعامل مع الطبيعة. 2، يحول المشاهدات اليومية الى مقادير كمية. طيب انا دلوقتي هقوم بعملية قياس، العدة بتاعتي والادوات هتبقى عبارة عن ايه؟ عناصر عملية القياس. انا عايز اقيس طول حاجة، انا عايز اقيس كتلة حاجة معينة، ايه الادوات بتاعتي او العناصر اللي انا هقوم عليها عملية القياس؟ عملية القياس هتقوم على 3 حاجات. 1، انت ناوي تقيس ايه؟ طول شخص. لا يا مستر، انا هقيس مثلا شدة التيار. لا يا مستر، انا هقيس مثلا وقت المباراة اللي هو الزمن. سواء كنت هتقيس طول او شدة التيار او زمن او كتلة، كل ده احنا بنسميه الكميات الفيزيائية. الكميات الايه؟ الفيزيائية. وده اول عنصر معاك من عناصر عملية القياس. طيب لو انت هتقيس الطول، معاك اداة؟ معايا مسطرة؟ معايا متر شريطي؟ فانا لو هقيس طول شخص هستخدم المتر الشريطي، لو هقيس طول كتاب هستخدم المسطرة. طب انا لو هقيس شدة التيار استخدم جهاز اسمه الاميتر. هستخدم جهاز اسمه ايه؟ الاميتر. طيب كل ده سواء المسطرة او الاميتر او وقت المباراة هتستخدم له ساعة، بنسميها ادوات القياس. بنسميها ايه؟ ادوات القياس. يبقى من عناصر عملية القياس، 1، حدد انت عايز تقيس ايه. انا عايز اقيس الكميات، عايز اقيس طول، عايز اقيس شدة، عايز اقيس وقت، دي اسمها الكميات الفيزيائية. هتقيس بايه؟ هستخدم اداة معينة سواء كانت المسطرة او الاميتر او الساعة، دي احنا بنسميها ادوات القياس. وفي النهاية لو انا قست الطول وقلت الطول 1.5، فكان لازم التمييز، فبتستخدم رقم 3 وهي ما تسمى بوحدات القياس. يبقى من عناصر عملية القياس، 1، الكميات الفيزيائية، ادوات القياس، وحدات القياس. انا لما اقيس الطول واقول الطول 1.5 لازم اقول في الاخر الوحدة متر.
شدة التيار لقيته 3، لازم اقول في الاخر عندنا التيار قيمته بتساوي 3 امبير. ليه؟ بدون وحدات القياس ليس للمقدار معنى. بدون وحدات القياس ليس للمقدار ايه معنى. ما ينفعش ان انا اقول رحت واشتريت 4 واسكت، فالطبيعي انك هتسألني تقول لي 4 ايه؟ فلازم تكون معاك حاجة اسمها وحدة القياس. وحدات القياس بنميز بيها ما بين الكميات الفيزيائية بعضها البعض. طيب نبدأ بقى ان شاء الله ناخد واحدة واحدة. هنبدأ مع العنصر الاولاني وهو الكميات الفيزيائية. الكميات الفيزيائية دي عندنا بتنقسم لقسمين، كميات فيزيائية اساسية، كميات فيزيائية مشتقة. ايه الفرق؟ الكمية الاساسية لا تعرف بدلالة غيرها، زي الطول، زي الكتلة، زي الزمن. ما اجي اعرف الطول في تعريف الطول فما بعرفوش بدلالة حاجة تانية. الطول معرف نفسه، مش محتاج حاجة تانية عشان اعرفه بيها. لكن في مشتق وده يعرف بدلالة غيره، زي السرعة. حط لها تعريف تالت اعداد، هي المسافة المقطوعة خلال وحدة الزمن. بص للتعريف، مسافة مقطوعة خلال وحدة الزمن. بدأ التعريف بمسافة. طب ما المسافة تعتبر طول. انتهى التعريف بالزمن. طب ما الزمن يعتبر بالنسبة لي كمية أساسية والطول كمية أساسية. قال لي أنت كده عرفت السرعة بدلالة الطول اللي هو أساس، ودلالة الزمن اللي هو أساس، فصارت السرعة مشتقة. تم اشتقاقها من الطول ومن الزمن. فلذلك نقول على السرعة إنها كمية فيزيائية مشتقة. ليه؟ في التعريف بدأ بكلمة المسافة وانتهى التعريف بكلمة الزمن. يبقى السرعة تم اشتقاقها من حاجتين، الحاجة الأولى اللي هي المسافة والحاجة الثانية اللي هي الزمن. طيب ادي بالنسبة للكميات الفيزيائية. يبقى أنا عناصر عملية القياس، الكميات الفيزيائية، أدوات القياس، وحدات القياس. الكميات الفيزيائية قسمين، أساسي لا يعرف بدلالة غيره، هو معرف نفسه. المشتق يعرف بدلالة غيره اللي هو الأساسي. علل. السرعة كمية مشتقة لأن تم اشتقاقها من المسافة ومن الزمن. طيب ندخل بقى على الجزء الثاني اللي هو أدوات القياس. أما نيجي نبص عندنا في أدوات القياس، هناك أدوات قياس قديمة وهناك أدوات قياس حديثة. على سبيل المثال، فأدوات القياس القديمة منها ما هو قديم ومنها ما هو حديث. زمان كانت الناس بتقيس الطول بالخطوة، استخدم الإنسان أجزاء من جسمه زي الذراع، يقيس الحاجة بالذراع يقول لك دي 5 ذراع. طب تمام، انت لو هتقيس بالذراع طول حاجة معينة، هل يعتبر ده دقة في القياس؟ طبعا لا، لان ممكن يكون فيه ذراع طويل وذراع قصير وذراع وسط، فمش هيبقى فيه دقة في عملية القياس. فاستخدم الانسان الذراع، استخدم الانسان كف اليد في عملية القياس. 1 2 3 4، فاستخدم كف اليد. استخدم الانسان القدم في عملية القياس، بالخطوة بالخطوة في عملية القياس. كل دي تمثل ادوات قياس قديمة.
طب الذراع وكف اليد والقدم كل ده في قياس الطول قديم. طيب بالنسبة بقى عندنا لقياس الزمن، استخدم الإنسان في قياس الزمن قديما شروق وغروب الشمس ودورة القمر حول الأرض، شروق وغروب الشمس، واستخدم دورة القمر حول الأرض، لدرجة ان ربنا سبحانه وتعالى وصف الكلام ده في القرآن الكريم في قوله تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وده في وصف اهل مكة انهم كانوا لما كانوا يتوهوا في الصحراء كانوا من خلال النجوم يحدد المكان بتاعهم ماشي. فده الانسان استخدم الاجزاء من جسمه واستخدم الطبيعة، كل دي ادوات قياس قديمة. ثم تطورت عمليات القياس واجتهد الانسان في صناعة ادوات القياس الحديثة. استخدم الانسان في الادوات الحديثة ادوات لقياس الطول وادوات لقياس الكتلة وادوات لقياس الزمن. بدأ في الطول مسطرة، تطورت الى متر شريطي، ثم تطور المسألة الى قدمازات ورنين، ثم التطور الى الميكرومت، ودي كلها اجهزة لقياس الطول. عايز اقيس حاجة في منتهى الدقة والصغر عليك بالمايكرومتر. مايكرومتر ده وظيفته يستخدم في قياس الاطوال الصغيرة جدا بدقة عالية. عايز اقيس مثلا ايه قطر مصورة قطرها، يبقى عن طريق القدمة ذات الورنين. عايز اقيس طول ملعب المتر الشريطي، عايز اقيس طول كتاب بالمسطرة. اما في الكتلة استخدمت الميزان الحساس والميزان ذو الكفتين والميزان الروماني قديم روماني، ومن الموازين الرومانية فيها خطأ في القياس، وبتكون نسبة الخطأ عندنا في الميزان الروماني نسبة عالية يعتبر من القديم. طيب الزمن استخدمت ساعات، ساعة رملية، ساعة بندول، ساعة ايقاف، وهكذا. كل دي ما تمثل عندنا ادوات الايه؟ ادوات القياس. طيب بقى لي بعد كده الجزء الاخير اللي هو هيتكلم على وحدات القياس. في وحدات القياس عندنا ظهرت ثلاث انظمة في الوحدات. ايه الانظمة الثلاثة عندنا؟ النظام الفرنسي ده نظام يسمى بنظام جوز، ظهر نظام تاني اسمه النظام البريطاني، اما النظام ثلاثة اسمه النظام المتري. في النظام الفرنسي تم قياس الطول بوحدة السنتي والكتلة بوحدة الجرام، يبقى خلوا الوحدة المميزة للطول عندهم السنتي والوحدة المميزة للكتلة عندهم الجرام، اما الوحدة المميزة للزمن هي السنين. خلاص النظام البريطاني قال لا، هنقيس الطول بالقدم، نقوله خمسة قدم، الحاجة دي خمسة قدم، ستة قدم، سبعة قدم. قدم ده يعادل كام؟ في بعض الأماكن في بريطانيا تتعامل مع القدم على إنه 25 سنتي.
وفي البعض بيعتبر ان القدم هو اكتر من كده او اقل من كده. حتى داخل بريطانيا نفسها القدم عندهم قمم الثابتة. النظام البريطاني قاس الطول بالقدم والكتلة بالباوند. والزمن بالثانية. نظام المتر قاس الطول بالمتر. الكتلة بالكيلو جرام. الزمن بالثانية. طيب يبقى احنا في النظام الفرنسي يقاس الطول بوحدة سنتي، كتلة بالجرام، الزمن بالثانية. نظام البريطاني الطول بالقدم، كتلة بالباوند، الزمن بالثانية. نظام المتري الطول بالمتر، كتلة بالكيلوغرام، الزمن بالثانية. ما هي الكمية الفيزيائية التي اتفقت عليها جميع الأنظمة؟ أن الزمن يقاس بالثانية. عند الكل. دي الكمية اللي اتفقت عليها جميع الأنظمة الثلاثة. على سبيل المثال عين للسرعة تساوي فه على زين. لو انت في النظام الفرنسي هتبقى وحدة قياس السرعة في النظام الفرنسي المسافة بالسنتي والزمن بالثانية. لو انت على النظام البريطاني المسافة بالقدم والزمن بالثانية، يبقى قدم على الثانية. طب لو انت على النظام المتري تقاس السرعة بوحدة متر على الثانية. حسب النظام اللي انت بتشتغل عليه بتطلع منه وحدة القياس. اذا الخلاصة، القياس مقارنة كمية مجهولة بكمية اخرى معلومة من نفس نوعها لمعرفة عدد مرات احتواء الاولى على الثانية، وأن عناصر عملية القياس الكميات الفيزيائية وأدوات القياس ووحدات القياس. والكميات الفيزيائية منها ما هو أساسي، منها ما هو مشتق، والأساسي لا يعرف بدلالة غيره، والمشتق يعرف بدلالة غيره. ومن أدوات القياس هناك أدوات قياس قديمة وحديثة، ووحدات القياس اختلفت وحدات القياس حسب الأنظمة. النظام الفرنسي يقيس الطول بالسنتي، الكتلة بالجرام، الزمن بالثانية. النظام البريطاني بيقيس الطول بالقدم والكتلة بالباوند والزمن بالثانية. النظام المتري بيقيس الطول بالمتر والكتلة بالكيلوغرام والزمن بالثانية. وكده تبقى انتهت حصة النهاردة، وإن شاء الله بإذن الله نبدأ بعد كده في الحصص القادمة نتكلم على النظام الدولي إن شاء الله. ده في الفيديو رقم 2 اللي حضرتك هتشوفه معانا بعد كده إن شاء الله بإذن الله. نبدأ نتكلم على النظام الدولي للوحدات.